الماضيه التي كانت معها مهاره حاضره في وسط ايضا اقدام اللاعب ادريانو. هنا كره الان فيها تاخير من جانب يوسف السفري، لكن هنا لدينا الجزائري بلعوبة. يا حلاوه يا حلاوه، اول الهجمات لمصلحه فريق الجيش، ومن خطا من المغربي يوسف السفري هو ياتي اول الاهداف في اصابه اولى. كما قال العنبري في المجلس، اذا ما كان ادريانو متواجدا فان الامور تكون في مصلحه الجيش. ادريانو باول لمسه هنا في هذه المباراه، ومن كره راسيه. لاحظ معي اللقطه الماضيه، حلوه الكره الراسيه ممتازه جدا لكريم زياني اللي لعب الكره بشكل ممتاز، وبعدها الكره تذهب في مرمى محمد مبارك كاول الاهداف لمصلحه فريق الجيش. اذا الاهداف المبكره كما حضرت المنتخب الجزائري نذير بالحاج. كرة الآن كريم زياني يلعب كرة عرضية، هدف ثاني، هدف ثاني لمصلحة أدريانو. نعم، بكل هدوء وبكل تأني أقدام أدريانو تغني في أرضية ملعب أستاذ صحيح بن حمد. هدف ثاني لمصلحة أدريانو. لساو، الله عليك، لمسة بالرأس والأحلى. لاحظ معي أدريانو، 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 هو يأتي بالخبر الثاني وبكرة راسية لا تصد ولا ترد على محمد مبارك. لا توجد المراقبة اللصيقة لأدريانو، يعرف كيف كثير ما بين مدحت مصطفى. وكرة الآن عرضية بالرأس، وهدف أول. نعم، الهدف الأول مع مارسينهو هو الحل، يأتي مع مارسينهو. حلوة الكرة كانت وعرضية ولا توجد أي مراقبة، كرة راسية، هدف بالرأس يرد على البرازيلي أدريانو من كرة راسية لمصلحة اللاعب مارسينهو. هو الذي يأتي بالهدف الأول، وبعد أن تغيرت اتجاهها كرة اصطدت خط دفاع نادي الجيش وبعدها نادي قطر. إذن يأتي بأول الأهداف في هذا اللقاء.